معركة شرسة ستشهدها نقابة المهندسين في 27 من الشهر الحالي لاختيار المندوبين ورؤساء الفروع لنقابة المهندسين. التحالفات بدأت تتظاهر قبل الانتخابات بيومين لتتشكل 3 لوائح، الأولى لائحة تضم أحزاب السلطة، والثانية لائحة بيروت تنتفض التي تضم الحزب الشيوعي مواطنون ومواطنات برئاسة شرب النحاس وزياد عبسي المدعو من النائب المستقل قيلب ولا يعقوبيان بيروت مدينتي والكتلة الوطنية، إضافة إلى حركة التجدد الديمقراطي. أما اللائحة الثالثة فهي لائحة المهندس أولا الثورة النقابية المستقلة، والتي انضوى تحتها مهندسون مستقلون لنا النقابة المستقلة والمجموعة المهنية. في عنا لائحتين حزبيين بمواجهتنا، لائحة السلطة اللي ما بتقول شيء، يا عمي حدا سمع من لائحة السلطة أي شيء عن انتخابات نقابة المهندسين؟ شو بدهم يعملوا؟ طيب، وفي لائحة أخرى كمان حزبية، خلينا نعترف فيها أو مهيمن عليها حزبية. طيب، يعني متفقين مع بعضهم لأنهم مقررين أنه بانتخابات 2022 بدهم يكونوا مع بعضهم، فملاقيين أنه هيدا مطرح ممكن يبنوا عليه، يعني أول شيء علاقات إعلامية، اثنين يستقطبوا مهندسين مستقلين بخطاب للمظبوط اليوم ما بيتطابق مع واقع ممارساته. اليوم في فرصة، there's a big opportunity عنا موجودة قدامنا لنطرح مشروع تغيير بالنقابة من أجل أولا استقلالية قرار النقابة، ثانيا من أجل تحرير النقابة من الطائفية والمحاصصة والاستزلام. لازم نحاسب ولازم نجعل نقابتنا مرجعية وطنية بعيدة عن محاصصة الأحزاب اللي مخبيين تحت ذراع المعارضة والمستقلين، ومن بينهم أحزاب كانت بالسلطة. نحن منشكل اليوم قوة 161 مندوب و12 رئيس فرق، جمعناهم بقوة زنودنا وبلا مساعدة مكانات انتخابية حزبية ممولة حملتنا من جيوبنا فقط وليس من أموال خارجية لتحقيق أهداف انتخابية مستقبلية. نحن المهندسون المستقلون، نحن الثورة الحقيقية، نحن التغييريين في أكبر نقابة من لبنان وبين المهن الحرة. ندعو كل مهندس حر لحتى ضميريا ينزل على النقابة ويغير وينتخب حسب قناعاته وحسب حسه الوطني. كان هدفنا من خوض هذه الانتخابات هو العمل على خلق فرصة حقيقية لأوسع تحالف نقابي مهني سياسي ومستقل لعمل نقابي يحرر النقابة من هيمنة أحزاب الطوائف. نحن ما رح نعلن اليوم عن لوائح، لوائحنا مفتوحة من هلأ إن شاء الله للأحد الساعة 4 الصبح حتى نرجع مع كل مرشح مندوب نرجع نقول له مطرحة عنا وهيدا بيتك ونحن مستعدين نقدم كل التسهيلات. إذن لائحتان حزبيتان بوجه لائحة مستقلة واحدة، فهل تنجح لائحة المهندس أولا في إحداث خرق للوائح الأحزاب في نقابة المهندسين؟